حكومة أخنوش مرتبكة بسبب الإفلاس الذي يهدد هذا القطاع. كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة مرتبكة بسبب شبح الإفلاس الذي يقترب منه الصندوق المغربي، ويمثل نظام المعاشات المدنية فيه نسبة 46% ونظام المعاشات العسكرية حوالي 31%. وأوضحت ذات المصادر أن الصندوق الذي يحمي معاشات مليون مغربي متقاعد مقبل على الإفلاس التام بعد 6 سنوات إذا لم يتم القيام بإصلاحات جوهرية له. ووردت مصادرنا أن استمرار الصندوق بصيغته الحالية يتطلب دعما عموميا سنويا يقدر ب 1400 مليار سنتيم، أي ما يعادل الميزانية السنوية المخصصة لصندوق المقاصة، مشيرا إلى أن الحكومة متخوفة من فتح هذا الورش لكن ليس لديها خيار آخر.